يوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. هاي، ازيكم يا أصحابي؟ أنا يا بيرو. هنتكلم النهاردة عن أفضل الأنظمة الصحية للتخسيس، وهي الصيام. الصيام خلال شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. وهنعرف يا ترى الصيام ليه أثر إيجابي على صحة الإنسان. وفي ناس كتير طبعا عايزة تخس، ودي الفرصة ليها إنها تظبط نظام أكلها، لأن أفضل الأنظمة هي الأنظمة الصيام الربانية لتعويد الجسم على النظام الصحي والغذاء الصحي المتوازن. وهنتعرف خلال الفيديو عن ماذا أكل بعد الصيام أو بعد الفطور، وما هي الأطعمة الآمنة خلال فترة الصيام والسحور، ويا ترى ايه هي أهم النصائح علشان ما نكترش في الأكل ونتخن في رمضان. يلا تعالوا شوفوا معايا. ايه يا صوفي، تأخرتش عليا قوي. بصي الساعة بقت كام؟ يلا عشان هما مستنينا جوه. سوري بجد، الطريق كان صعب قوي وهو اللي أخرني عليكم. يلا بينا. شكلهم جم يا بيرو. لما اقعد بها استريح شوية من الطريق. هاي تستريحي ايه بس، انتي اساسا جاية راكبة مواصلات. انتي مشكلتك انتي لما تعملي اي حاجة تعمليها بتتعبي على طول. اعمل ايه بس يا ناس، عايزة اخس. قولنا يا بيرو على اي وصفة تخلينا نخس يا بيرو. ما بعمل اي حاجة بتعب على طول. يلا الفرصة موجودة، اللي عايز يخس اهو رمضان موجود. اللي هيحافظ على اكله الصحي هيخس، واللي هيقضيها عزومات وعزايم وحلويات هيتخن طبعا. طب اعمل ايه بس يا ناس، ما اقدرش اقاوم حاجات رمضان والحاجات الحلوة دي. ايوة قولنا يا بيرو، نعملوا ايه في رمضان علشان نخسوا. الصيام من الاثار الايجابية على الصحة. بيستطيع الصايم اتباع ارشادات بسيطة بينقص فيها وزنه، وبيخفض من معدلات ضغط الدم والكوليسترول، وقد يزيد وزن الصائم اذا افرط في تناول الطعام بعد الافطار والسحور. ورمضان فرصة للمسلم للتدريب فيها على التحكم في نفسه وضبط نفسه. انك تاكلي بكميات بسيطة وما تاكليش بكمية كبيرة تملى معدتك. كلي تلت معدة. وكمان العصاير والسكريات دي كارثة، هتعمل مشاكل صحية كبيرة. وتاكلي وبعد كده تحلي بالفواكه الطبيعية، مش تعمليها عصير. انتي كده بتضيفي السكر، وبرضو هيرفع السكر في الدم. او استبدليها بفواكه مجففة. واحرصي خلال شهر رمضان على تناول شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، واكسري من شرب المياه ما بين وجبة الفطور والسحور، واشربي ما لا يقل عن 10 أكواب لتعويض ما فقده جسمك أثناء ساعات النهار. ومن الممكن تعملي مشروب الديتوكس وتشربي منه بدل المية، وتضعف المية قطع خيار او ليمون او نعناع او اي فواكه وتشربيها، وكده بتحرقي وتشربي في نفس الوقت. وكمان يا بيرو، انا سمعت ان احنا نتناول اطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ او الشمام في وجبة السحور او بعد الافطار. ايوه صح، الله ينور عليكي. وكمان ناكلوا السلطة الخضراء لانها تحتوي على جميع الخضروات الغنية بالماء.
طب قولنا يا بيرو عن تناول وجبة الإفطار الصحية المتوازنة لتعويض من مستويات الطاقة طول اليوم. هتبدأي إفطارك بثلاث ثمرات، ودي من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الفطار، لأن التمر غني بالألياف، ونتناول وجبة الفطار غنية وكثيرة من الخضروات لتزويد جسمك بالطاقة والألياف. واستمتعي بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد، والأسماك سواء كان مشوي أو مطهو في الفرن، للحصول على البروتين الصحي بشكل عام. ونتجنب الأطعمة المقلية المصنوعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر، ونتجنب الإفراط في الطعام عن طريق تناول الطعام ببطء. وكمان نتجنب الأطعمة المصنوعة من فطائر الهشة والفطائر المصنوعة المضاف إليها الدهون أو السمن النباتي أو الزبدة. ومن الأفضل الابتعاد عن القلي واستخدام طرق أخرى للطهي. وكمان نتجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، مثل النقانق واللحوم المصنعة المملحة والزيتون والمخللات والوجبات السريعة والأجبان. وكمان نتجنب المقرمشات الجاهزة والأطعمة التي تدهن والصلصات مثل المايونيز والخردل والكاتشب. ومن الأفضل عند إعداد الوجبة الحد من استخدام الملح قدر الإمكان، ويفضل عدم وضع المملحة على طاولة الطعام. ويمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين النكهة الطبيعية التي يتم طهيها. طب بالنسبة يا بيرو بقى للحلويات، أما بقى الحلويات لو أخدتيها مع الوجبة أو بعدها مباشرة، الجسم هيخزنها ويحولها لدهون. أما إذا أخدتي قطعة بعد الفطار، المفروض بعد 3 ساعات من الفطار، وتاخدي معاها شاي أو قهوة للدايت، ومش كل يوم إلا لو عايزة تخسي، يبقى كل يومين أو يوم ويوم. طب بالنسبة للشاي يا بيرو، عشان أنا بحب أشرب الشاي في بعد الفطار. أما الشاي بقى فناخده شاي بليمون، ده جميل جدا، وخصوصا لو اتحط مع الشاي الأخضر، بيعملوا مع بعض كده مزيج مضاد للأكسدة رهيب، وبيتضاعف فايدة الشاي وبيحرق في نفس الوقت. وناخده بعد الوجبة بنصف ساعة. ويجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وخاصة اللحوم الغنية بالدهون والأطعمة المصنوعة من الفطائر الهشة أو الفطائر المضاف إليها الدهون أو السمن النباتي أو الزبدة. ومن الأفضل الابتعاد عن القلي واستخدام طرق أخرى للطهي، زي الطهي بالبخار أو الطهي عن طريق الفرن، والقلي السريع باستخدام كمية صغيرة من الزيت. طب بالنسبة لوجبة السحور، أنا بحب أتسحر كويس علشان أقدر أقاوم طول اليوم. تسحروا، فإن السحور بركة. السحور وجبة خفيفة يجب أن يتناولها الصائم قبل الفجر لتعينه على الصيام. وتتضمن هذه الوجبة مثل الفطور الخفيف كخضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من حبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان بالجبنة الخفيفة الملح واللبن والبيض. ونتناول الطعام ببطء بكميات مناسبة لاحتياجاتنا. فالوجبات الكبيرة تسبب حرقة وشعور بعدم الارتياح وعدم النوم بعد الأكل مباشرة،
ونحاول أن نتحرك بقدر الإمكان ونكون نشيطا في الفترات المسائية، حيث يمكننا مثلا المشي يوميا بانتظام. فعلا يا بيرو كلامك مظبوط، بس الأهم اللي ننفذه. يا أبنائي يا أحبابي، عليكم باتباع سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ثلثي المعدة طعام، وثلثي شراب، وثلثي نفس. لأن إذا امتلأت المعدة نام الفكر وخسرت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وتكاسلت وفسد الجسد. فكان الرسول يفضل على رطب قبل أن يصلي لصلاة المغرب حتى يهيئ المعدة لإدخال الطعام، ويقول الرسول إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فليفطر على تمر فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وجعل مبارك عليكم. وكده يا أصحابي نكون خلصنا، ويا رب تكون استفدتوا، وأشوفكم المرة الجاية مع معلومة جديدة مع بيرو. باي. نوصل أهلا لأن رمضان